لو رايح تشتري بغبغان خلي بالك اوعى حد يضحك عليك، عشان كده بقول لك لازم تتابع الفيديو دوت للنهاية. اهلا وسهلا بيكم، النهاردة بنتكلم عن اختيار البغبغاء، نصائح عند اختيار اي نوع من انواع البغبغاء، سواء كنت رايح تشتري بغبغاء الكاسكو او سواء بغبغاء الدر الهندي او ايا كان النوع، او حتى لو هتشتري الكوكتيل. خلي بالك كويس جدا واسمع الكلام دوت، لان الكلام ده من ذهب. اول حاجة وانت بتشتري البغبغاء يجب ان يكون الريش كامل، يعني ما يكونش الريش مقصوص، لان الريش المقصوص دوت عمره ما هيطلع، فانت هتحتاج عناء في نتف الريشة المقصوصة عشان بعد كده الجناح يطلع كامل. خلي بالك لازم ما يكونش في الكاسكو بالذات، لازم الكاسكو ما يكونش في نتف ظاهر في مكان الصدر، لان النتف في بغبغاء الكاسكو بيكون نتيجة مرض نفسي. خلي بالك لازم يكون الريش مكتمل، الريش يكون يعني ما فيش فيه فراغات، يكون الريش لامع ما يكونش فيه كشة، لان دي علامة من علامات اصابة الطائر بالبرد والمرض. اتنين، يجب ان يكون المنقار الكير، يعني المنقار بتاع البغبغاء يكون المنقار سليم، ما فيش فيه اي كسرات، ما فيش فيه اي شيء غريب او اي فطريات. يجب النظر الى عين الطائر، لازم تنظر لعين الطائر كويس قوي، لازم أن تكون عينه لمعة براقة ليس فيها خمول أو ذبوء أو زبلان، لأن دي بتدل أيضا على المرض. أيضا من الأمور المهمة أو أنت بتشتري الطائر أن يكون الطائر نشيط، ما يكونش الطائر فيه خمول، يعني مش واقف كده في إيه. خلي بالكم يا جماعة أي طائر لما بيكون مريض بيكون بينزل ويقف في أسفل القفص، الطائر المريض بيقف أسفل غالبا، يعني لما يكون المرض شديد بيكون الطائر موجود أسفل القفص. فدائما البغبغاوات بتحب الأماكن العالية، فمعنى أنه هو موجود في أسفل القفص ويعني في كشة والريش يعني إيه الريش دبلان وفي كشة في الريش، معناها أن الطائر مريض. لازم تبص لجسم الطائر، الجسم يكون ممتلئ بالذات عند منطقة الصدر، يعني ما يكونش فيه يعني ايه تسويف او يعني ايه سلسلة العظم نفسها تكون يعني واضحة او باينة، يعني معناها ان الطائر مريض مصاب بالمرض، يعني تلاقيه الطائر ايه مسلسل زي ما بيقولوا، يعني العظمة بتاعت الصدر باينة ظاهرة، مش جسمه مليان. لازم تحسس على منطقة الصدر كويس، وتبعد عن الطائر اللي يعني السلسلة بتاعته وسلسلة ظهره ظهرة وواضحة. خلي بالك لازم وتتأكد كويس قوي ان العصفور بيتنفس تنفس سليم، يعني لازم تبص على الكير على المنقار، بص كويس قوي على المنقار وشوف فتحتين التنفس، بص كويس للكير، الكير ده لازم يكون جاف، ما يكونش فيه بلل، ما يكونش فيه إفرازات. لازم تقرب من الطائر وتسمع صدره كويس أو تسمع صوت التنفس بتاعه. لو التنفس فيه حشرجة، فيه أصوات في التنفس، يبقى الجهاز التنفسي عند الطائر فيه مشكلة. خلي بالك كويس، لازم تسمع كويس، اسمع الجهاز التنفسي عشان تتأكد ان الطائر سليم تماما. بص كويس اول الكير، بص اول المنخار، لازم تكون منطقة الكير منطقة جافة تماما. خلي بالكم يا جماعة ان انت وانت بتشتري الطائر لازم تبص كويس قوي، ويعني بص كويس قوي، لان كل حاجه من اللي احنا بنقولها ديت خطيره جدا. وبعدين خلي بالك ان طائر البغبغاء دوت طائر يعني ثمنه مرتفع، يعني انت رايح تشتري مثلا الكاسكو، رايح تشتري حتى لو قلنا الدره الهندي اللي هي ارخص الانواع، يعني حتى لو انت هتشتري مثلا الدره الهندي مثلا بتتروح من 1500، ده اللي هو مثلا الفرد الواحد، الجوز مثلا ممكن يعمل 3000 او 4000، فطبعا ثمن يعني مش قليل. لو احنا يعني احنا بنتكلم لو احنا في مصر، فده تمن مش قليل، يعني مثلا 100 دولار مثلا بيعمل له مثلا البغبغاء اللي هو الدره الهندي، قول مثلا 100 دولار، فده طبعا تمن غالي. فخلي بالك بقى وانت بتشتري ان انت تتاكد من كل حاجه، بص كويس قوي للريش، بص كويس قوي للعين، بص كويس قوي لفتحه المنقار وفتحه الكير. خلي بالك يا جماعه، خلي بالكم كويس، لازم نتاكد من اظافر الطائر، بص على رجل الطائر، في بعض الطيور بتفقد بعض أظافرها،
يعني تلاقي الطائر ناقص له ظافر يعني نتيجة الحركة أو الكلام ده، فتلاحظ أن خلع له ظافر من رجليه، وده طبعا عامل مش كويس. لازم يكون الطائر ظوافره كلها كاملة، أظافر الطائر كلها كاملة مكتملة يا جماعة، خلي بالكم. نقطة مهمة جدا لازم تنتبه لها كويس قوي وانت بتشتري الطائر، لان الطائر ده غالي فما ينفعش ان انت يضحك عليك، خلي بالك كويس. لازم وانت بتشتري الطائر دهوت يا جماعة ان يكون الطائر دهوت سليم في الجهاز الهضمي. طيب نعرف منين ان هو سليم من ناحية الجهاز الهضمي؟ ان احنا نبص في قعر القفص، بص كويس قوي اسفل القفص وشوف افرازات البغبغاء. الكلام ده في كل الأنواع. يا ترى البغبغاء الإفرازات بتاعته يعني في إسهال ولا إيه؟ حاول إن أنت تبص لفتحة للمخرج بتاع الطائر عشان تتأكد من سلامة الطائر وإن الطائر ما عندوش إسهال. بص كويس أول فتحة مخرج الطائر وانظر إلى أسفل القفص عشان تتأكد خلو الطائر من الإسهال والامراض المعويه. ايضا يا جماعه مهم جدا قوي لما تيجي تختار الطائر، ايا كان هذا الطائر، ايا كان البغبغاء اللي انت هتشتريه، لازم يكون الطائر ده طائر هادي. الطائر الهادي دوت اللي انت بتقرب من القفص فما يعملش اضطراب وما يصرخش وما يعني. تلاقي في بعض الطيور اللي بتعمل اضطراب رهيب جدا. الطيور ديت غالبا بتبقى صعبة جدا في الترويض، وكمان بتبقى فقدت عنصر الأمان، وكمان ممكن ان هي تاخد فترة طويلة عشان تفرخ عشان تشعر بالأمان. فابعد عن الطائر اللي هو الطائر الشرس، الطائر اللي يعني اللي هو بتلاقي عنده فزع شديد جدا لما تقرب منه. وغالبا ممكن يكون الطائر ده هوت او البغبغاء ده هوت بغبغاء صيد، وطبعا بغبغاء الصيد دوت ما يسواش حاجة مطلقا، لانه هو صعب ان هو يتروض وصعب كمان ان هو يفرخ. دي بعض النصائح المهمة لو انت هتشتري اي نوع من انواع البغبغة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو دوت، وما تنساش تعمل اشتراك وتدعم الفيديو دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.